عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم محبي قناة أم بلال بورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل الفراخ الشقية بالبطاطس مع حبة رز بالشعرية، حاجة كده وهم هتاكليها بصي مش هتبطلي تعمليها. شايفين شايفين الجمال، وشايفين الرز بالشعرية وجماله، شايفة شايفة الدلع وحبة العصير، حاجة كده وهم الوهم. هنخش على الطريقة وهنخش على المقادير، ولو عجبتك الوصفة نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس، ويلا نخش على المقادير. اول حاجة ابتديت اللي انا اعملها، اللي انا نقعت الفراخ بتاعي. انا الفرخة عندي هنا قطعتها 8، عايز اقطعها 4 براحتك، بس لازم الفرخة تبقى متقطعة، مش هينفع نعملها في الوصفة دي سليمة. ونقعتها في مية ودقيق وملح وليمون لمدة بس نص ساعة. هتلاقي الفرخة بيضة كده وشقة وما فيهاش ريحة زفرة. مش عايز تعملي كده وعايزة تنقعيها في مية وطحينة، بردك بتبقى زي العسل ومبقاش فيها ريحة زفرة. يعني يا اما تعملي كده يا اما تعملي كده. عقبال ما الفرخة تتنقع وتاخد راحتها هجهز انا بقى السلطات اللي حواليها اللي هنشتغل بيها. ادي الفراخ انا شطفتها اهوت. هبتدي بقى اللي انا اسيبها تصفى قوي، او احاول اللي انا انشفها. دي مناديل مخصصه للتنشيف، انا اشفها بس عشان لما انزل بيها في الزيت كده اهوت زي ما شايفه كده، بس عشان ايه مش عايزاها تطرطش. خلاص هعمل كله كده وابتدي بقى اروح على الحله بتاعتي. رحت على حلتي وولعت عليها النار وابتدي انزل بالزيت ده، بالسمنه، بزيت بس، وهنزل معاهم بحبة زيت. هبتدي بقى انزل بالفراخ بتاعتي ومش هحركها خالص. انا عايز الفراخ بتاعتي تتحمر. كده خلاص نزلت بالفراخ بتاعتي كلها، مش هقلبها خالص، وهفضل ايه سايباها كده. اول ما تتحمر ابتدي اقلبها على الجنب التاني، مش هحركها خالص. هبتدي بقى اقلب الفراخ، ما اقلبهاش الا لما الاقيها ايه بتطلع معايا كده. تمام، انا قلبت الفراخ كلها والله. جود اخش لكم جوه الحله عشان اقول لكم منظرها. اوعي تقلبيها لما تحمر بالطريقه ده. هي هسيب الجنب الوش التاني يتحمر وكده اقول لك بقى نحط ايه. لازم استخدم في الوصفه دي حله واسعه كبيره، يا اما كان تجيبي مقلايه تحمري فيها الفراخ بره وبعد كده تحطها في الحله، بس انا بختصر عشان ما تعمليش كراكيب. تقلي في نفس الحله وتحطي بقى الخلطه اللي انت عايزاها. كده يعتبر خلاص الفراخ بتاعتي كده اتحمرت. ابتدي بقى اعمل ايه؟ بسم الله. اكون مقطعه عندي 3-4 طماطميات، بصي بالمقاس الكبير ده، ما اوعي إيه تقطعها صغيرة، بس طبعا طماطم جامدة اهي. المية بتاعتها مش بحطها. واكون مقطعة عندي فلفل طرنشات احمر على اصفر، عايزة تحط حراق على اخضر، شكلي كده. وبرضك يتقطع تقطيعة كبيرة كده مش صغيرة عشان ما يتهرش مني. واكون مقطعه بصلتين كبار بردك، جوانح كده لا كبيره ولا صغيره، وسط. كل ده على الفراخ بتاعتي طبعا، لسه دول يستووا ونبتدي بالمرحله اللي بعد كده. بعد كده بقى ابتدي انزل بالبهارات بتاعتي، والبهارات بتاعتي ديت بقى دي اهم حاجه، بتشكلي زي ما انت عايزه. يعني الملح طبعا ما بيتحطلهاش كمون، بيتحطلها فلفل اسمر، ولو عايزه تحط شطه حط. هنبتدي بقى نحط بهارات الفراخ. بهارات الفراخ، وطبعا تكون بهارات تبقي متاكده من المصدر بتاعها وانت جايباها. كل الحاجات دهيت تحطي معلقه
صغيره من معلقه الشاي، تحطي بقى معلقه كركم، معلقه كاري، معلقه بابريكا حبه صغيرين، ورق لورا لو حبه، دلعيها يعني، حبه زعتر وبتبقى جميله جدا، حبه روزماري، والاهم عندي اللي انا بحب احطه على طول الريحان، وابتدي احط حبهان مطحون ومستكة. انا هحط الحبهان الاول اهو مطحون، بحب الحبهان المطحون جدا، واحط مستكة. وهبتدي احط توم مفروم، انا عندي توم مفروم بخزنه من السنه للسنه، وبحطه في اكياس كده وبلحمها، بتتعان بطلعها يا دوبك على قد الوجبه بتاعتي. يعني دي من الطرق الجميله اللي بعملها. شوفي يا دوبك طلعت على قد الاكله. ابتدي بقى اقلب كل المكونات دي مع بعض. مش هنسل ببقيه الحاجه بتاعتي دلوقتي، عشان كده بقول لك نشتغل بحله كبيره كده عشان نبقى ايه عارفين نشتغل. مش بيتحط لها ميه، الفراخ بتنزل الصوص بتاعها مع الطماطم مع الخضار اللي انا حاطاه ده، انا مش بحط ميه خالص مع السمنه بتاعتي. هسيبها كده تتكمر 10 دقايق وارجع لها اقول لك هنبتدي نعمل فيها ايه تاني. بسم الله. قبل ما الفراخ تخلص نروح نولع على حله الرز بتاعتنا. الحله بتاعتنا لازم تكون ناشفه. ابتدي انزل بالزيت بتاعي، لازم يا جماعه تكون ناشفه عشان ما تطلقعش. انا بجيب المكرونه الاسباجيتي قبل كده قلت لكم بكسرها، بتدي طعم حلو للرز. ابتدي اقلبها واكون غاسله الرز ومصفياه. ما بحاولش ان اللون بتاعها يغمق قوي، يعني حاولي تظبطي درجه اللون بتاعها عشان يبقى شكلها حلو في الرز. طبعا الرز بتاعي اكون غسلاه ومصفياه خلاص كده، واكون بسخن الكاتل بتاعي او بسخن ميه حسب المتاح عندك، وبنزل بالرز بتاعي. الخطوه ديت مهمه لان بحمص الرز ببعضه مع المكرونه، اقلبهم مع بعض. الخطوه دي بجد اعمليها حتى لو ما فيش شعريه ورز بس، عشان الرز ما يعجنش. شوفي بيتحمص معانا، واللي احنا ننزل بالميه السخنه تخلي الرز عمره ما يتعجن معاك. انزل بالملح بتاعي حسب كميه الرز. وهنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي، هنزل بقى بالميه السخنه. واقلبه واسيبه، وبعد كده هوطي عليه النار براحته. كده يبقى انا خلصت الرز بتاعي. ابتدي بقى اروح للفراخ. الفراخ بتاعتي اهي ما شاء الله. هكون انا بقى في الوقت ده مقطعه بطاطس قطع صغنونه زي ده كده ونقعاها، شايفه؟ هنزل بيها على الفراخ بتاعتي. نزلت بالبطاطس، انزل بقى بكوبايه كاتشب. دي بقى بتغير لي من طعم الخلطه. انسي انسي ايه العسل والجمال ده. طبعا حطينا البطاطس وحطينا الكاتشب، هقلب كل ده على بعض واسيبها تغني على النار، واشغل الفرن بتاعي. الكاتشب بيديلها طعم حكايه. هسيبها كده، انا عايزه بس اوريكي لونها من غير النور، شايفه؟ هسيبها بقى تغني على النار براحتها كده. شايفه بقى الفراخ بتاعتنا
شايفين من غير لا ميه ولا اي حاجه. هبتدي بقى احطها في الصينيه، شايفه بقى هدخلها الفرن. الصينيه كده اهوت، حطيت الخضره والبطاطس وكله تحت والفراخ على الوش، هتدخلها الفرن بس تدخلها على الشوايه، هي مستويه ومظبطه معايا اهو. لما دخلتها الفرن بعد ما تطلع هوريها لك عليها وهي في الشوايه من ارض الحدث اهو. بص شايفين، شايفين الجمال. نبتدي بقى نطفى عليها. يلا كده تكون خلصت الوصفة بتاعتنا. أرجو لو عجبتك الوصفة نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. أم بلال البورسعيدية، دلع كرشك دلعي نفسك.